سعادة القلب في خير يقدمه ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها قوافل الخير من دار الخيار سارت من قلب شارقة الإحسان تنشرها رياح خير من الإخلاص قد نشرت للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها تعليم قرآن صناعة عمل بناء مدرسة لله نعمرها إغاثة الملهوف كفالة اليتيم سقيا لماء سقت بالنفس أعذبها قوافل الخير من دار الخيار سرت من قلب شارقة الإحسان تنشرها مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قوافل الخير. ما زلنا في المملكة الأردنية الهاشمية في بلاد الخير وما زلنا مع جمعية الشارقة الخيرية. تلاحظون الآن نحن في هذا المبنى، هذا المبنى يتم فيه تجهيز مجموعة من المعونات الغذائية التي سيتم توزيعها على بعض أسر اللاجئين السوريين خارج المخيمات، بالإضافة إلى بعض أسر الأيتام وبعض الأسر المحتاجة الأردنية هنا. طبعا هناك عمل سنشاهده ونشاهد تفاصيله. قبل أن ننطلق سأريكم ما تحتوي هذه السلال، كل سلة على ما تحتوي، نشاهد مع بعض. على سبيل المثال الشباب جهزوا لنا هذه الطاولة فيها بعض العينات. السلة فيها عدس، فيها فاصوليا، فيها برغل أو فريكة، هذا مش برغل، فيها معكرونة، فيها معجون طماط، فيها جبنة، فيها حليب، في زيت، في سكر، في شاي، فيها كذلك طحينية، في هناك حلاوة طحينية، وفي تمر. المقصد من هذا الاستعراض مشاهدينا الكرام أن السلة متنوعة، السلة فيها مجموعة من الأشياء وهو يعني متوافق ويناسب الطعام اليومي هنا للأسر. تلاحظون تغطياتنا في الدول الأخرى أن كل سلة غذائية في كل دولة يختلف شكلها، يختلف حجمها، يختلف وضعها، لأن في كل دولة طعام أهل البلد يختلف من مكان لمكان. فنشكر الجمعية على حسن اختيارها ونتمنى لهم التوفيق. نحن الآن أمام مبنى الجمعية والمبنى الإداري للجمعية. تلاحظون هذا التجمع لأن هذا اليوم هو موعد توزيع الشيكات أو المساعدات لفئتين. الفئة الأولى هم فئة الأيتام، وتحدثنا كثيرا عن الأيتام وعن هذه الفئة. الفئة الثانية هي فئة مجموعة من الأسر التي تقطعت بهم السبل، سواء من إخواننا السوريين اللي غادروا أوطانهم أو حتى من بعض الأسر المحتاجة، أسر الأيتام وغيرها في المملكة الأردنية. سيتم توزيع إيجارات المساكن، هؤلاء لا يملكون مساكن والإيجار الشهري للمسكن أثقل كاهلهم، فالجمعية تساهم بسداد بعض إيجارات هذه الأسر والعوائل. فإحنا إن شاء الله تعالى سنشهد الآن هذا التوزيع، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. إخواني وأخواتي، أنا الآن في تجربة مختلفة نوعا ما، جربنا وشاركنا مع الجمعية في توزيع بعض الإغاثات، توزيع بعض الطرود. هذه المرة كما أخبرتكم بأن توزيع لمبالغ كفالات وكذلك إيجار بيوت بعض المحتاجين. العمل طويل، نحن من الصباح الباكر شاركنا اليوم في التوزيع،
في التعرف على بعض الحالات عن قرب. الأخوة في مجلس إدارة الجمعية وفي إدارة جمعية الشارقة الخيرية بين فترة وأخرى يخوضون هذه التجربة بأنفسهم، يوزعون الشيكات بأنفسهم لكي يطلعوا على بعض الحالات عن قرب. بعض الحالات تحتاج إلى مساعدة أكثر مما هو عليه الواقع، بعض الحالات وضعها ممكن يتحسن بإجراء آخر، بعض الحالات هي صاحبة الحالة أو صاحب الحالة يشعر براحة نفسية بأن هناك في حوار مع المحسنين أو مع من يمثل هؤلاء المحسنين، فتجربة جميلة على الرغم من الإرهاق كما أخبركم دائما، لكن هي تجربة فريدة وفي سعادة وسرور في داخلنا ما نستطيع أن نوصفها، لكن نقول دائما وأبدا الحمد لله رب العالمين، والله يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نحن من سوريا، أنا من سوريا، أنا أم لشهيد، أنا ما عندي حدا غير الله وهالمحسنين هدول، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله جيت اليوم قاموا أعطونا أجار بيت، أعطونا أجار بيت وحنوا علينا بطارد كمان غذائي، والحمد لله رب العالمين، لولا الله ولولاهم نحن متشردين مثل ما أنتم شايفين، نحن راحت بيوتنا، راحت أراضينا، ما تم عنا شيء. طلعنا حفيانين، الله وكيلكم طلعنا حفيانين، الله وكيلكم 4 أيام على الطريق لوصلنا لهلها الأردن، الله سبحانه وتعالى يحمي هالبلد ويجعلها أمن وأمان يا رب، ويحن على اللي حن علينا، الله يحن عليهم، والله جينا وانا على الجمعية اتصل فينا ما عرفنا شلون اتصلوا فينا واجينا، الله اللي بيعلم بحالتنا شو هي، لا الله وهن الله اللي بيعلم فينا شو حالتنا، والله عم بندق ايام لولا ما الله بيفرج علينا وبيجوا على الجماعه وبيحنوا علينا، الله اللي بيعلم شو بيصير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الله يحميكم ويخليكم يا رب ويديم كل اهل الخير، يا اهل الخير الله يديمكم يا رب. انا ام عبد الناصر، انا سوريه، اجيت لاجئه من سوريا على الاردن، احنا تهجرنا وهربنا من تحت القصف والتعذيب والاعتقالات، واجيت باولادي هون، انا ارمله عندي 3 أولاد ايتام وبحاجه مساعده، الله يجزيكم الخير يا رب ويعطيكم العافيه، ونحن هون بالاردن يعني الله يجزيكم الخير، يعني الوضع صار يعني علينا كسوريين صعب كثير هون بالاردن، يعني الامور صارت صعبه علينا والغلا شوي، يعني شو من اجانا يعني دائما ما بكفي، دائما بكون بحاجه، لانه يعني كوضعنا كسوريين كثير صعب، والاجارات غليت علينا وغلي علينا المصروف، الاكل الشرب كله صار غالي علينا، فأنا بتشكركم جزيلا على مساعدتكم لنا، وبتشكر الشعب الأردني على استقباله لنا وهالبلد الطيبة، والله يجزاهم الخير يا رب، وهم إن شاء الله أهلنا وبلدنا الثاني بإذن الله، ونتشكر الشعب الإماراتي وجمعية الشارقة، الله يجزاهم الخير يا رب ويعطيهم ألف عافية على مساعدتهم لنا وجزاهم الله خير. أنا أم أيتام والله العظيم اليوم إني أنا فرحانة جدا ومبسوطة بالمساعدة اللي ساعدونا إياها، وإن شاء الله يا رب يجعلها بميزان حسناتهم، وشكرا كثير لكم يا أخي. قوافل الخير هاي من احدى مشاريع جمعية الشارقة الخيرية، وهي توزيع الايجارات على اخواننا السوريين الموجودين في الاردن. بدات الجمعية بهذا المشروع منذ 5 سنوات، وهي عبارة عن دفع ايجارات عن المؤجرين لمدة 3 شهور، بحيث ارتئينا يعني المأوى هو اهم شيء، ان يستقر الانسان في مكانه ويحصل حد يدفع عن الأجار، فهاي نماذج من الشيكات اللي ندفع للمستأجرين نعطيها للمؤجر. اليوم طبعا عندنا بعد نشاط ثاني وهو توزيع الطرود الغذائية على الأسر الأردنية والأسر السورية الموجودة في الأردن، وبعض الأسر طبعا الحمد لله حصلت إيجارات وحصلت طرود غذائية، وهذا خير وبركة. أنا مريم فرشة الكلوي،
وقلب مفتوح وعندي العصب السابع عدم توازن وأب لثلاث بنات قاصرات وزوجتي متوفية بالسرطان وأشكر جمعية الشارقة على بذل جهودها ومساعدتها إلي وأسرتي كافة الذين يحرمون من كل شيء. الله يوفقهم ويجعل الشارقة منبر عطاء لكل خير ولكل محتاج بجاه الله وأسماء الحسنى وأن يدوم عليهم الصحة والخير والبركة يا الله. الجمعية تكفل حوالي 3000 يتيم في الأردن، منهم أردنيين ومنهم سوريين، فهذه المستحقات إن شاء الله بنوزعها بعد قليل على الأيتام. أنا اسمي جنى نافع إسحاق الجعوني، كفلتني جمعية الأردنية لتأهيل الأيتام ورعايتهم، هي جمعية الشارقة. أنا هسا كان في عندي تشوه خلقي بالوجه، بعد ما كفلتني الجمعية صرت قادرة إني أواجه الناس، أطلع ألعب مع صحباتي وأروح على المدرسة. هسا أنا كان وضع أهلي المادي ما مش كتير عالي، فهلا بعد ما كفلتني الجمعية الحمد لله صرنا أحسن. وبشكر الجمعية كثير. أنا عبد الله من ريف دمشق من العتيبة، جينا اليوم على جمعية وكل اثنين وخميس بصوم، ووفروا لي أكل عشان أروح على البيت، وأعطوني أكل لما أروح على البيت أفطر عليه. إذن مشاهدينا الكرام، هذا هو غروب يوم جديد من أيام قوافل الخير المشرقة الشارقة، غروب ليس إلى ليل ولا إلى ظلام، وإنما استعداد لشروق جديد في حلقة الغد. نقضي هذه اللحظات في هذا الغداء مع مجموعة من الأيتام. نلتقيكم غدا، إلى اللقاء والسلام عليكم. سعادة القلب في خير يقدمه، ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها، قوافل الخير من دار الخيار سارت، من قلب شارقة الإحسان تنشرها، رياح خير من الإخلاص قد نشرت، للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها، تعليم قرآن صناعة عمل، بناء مدرسة لله نعمرها، إغاثة الملهوف، كفالة اليتيم، سقيا لماء سقت بالنفس أعذبها، قوافل الخير من دار الخيار سرى.
من قلبي شارقة الإحسان تنشر.